دعونا نقوم بحل مسألة أخرى، حيث نقوم بتمثيل اقتران بيانيا استنادا إلى خصائص مشتقاته والمشتقة الثانية. وما هو مثير للاهتمام بشكل خاص حول هذه المسألة على ما أعتقد هو أنه لم يعطى لنا اقتران، فقط أعطينا مجموعة من مفاتيح الحلول عن الاقتران. إذا ماذا قيل لنا؟ حسنا، أعطينا أن اف الصفر تساوي 3. إذا اف الصفر تساوي 3، وأعطينا أيضا أن اف الثلاثة تساوي 0. وأعطينا أن اف الستة تساوي 4. ما أحبه في هذه المسألة هو أنه لا يمكنك أن تستخدم آلة حاسبة لحلها لأنك لا تعرف الاقتران. إذا حتى إذا أعطيتك آلة تمثيل بياني فإنها لن تجدي نفعا. دعونا نكتب جميع المعلومات وبالتالي يكون بإمكاننا تعيينهم. دعوني أكتب جميع معلومات المشتقة هنا. إذا اف فتحة للإكس، اف فتحة للإكس أقل من 0 على الفترة المفتوحة من 0 إلى 3، هذا يعني أننا لن نشمل 0 و 3. وأعطينا أيضا أن مشتقة هذا أكبر من 0، المشتقة أكبر من 0 على الفترة المفتوحة من 3 إلى 6. إذا يمكننا بالفعل أن نخمن أنه أقل من 0 كلما اقترب من 3 وأكبر من 0 كلما ابتعد عن 3، أي أن المشتقة يجب أن تكون 0 على 3، تلك هي الفكرة. على الرغم من أنه لم يعطي لنا ذلك بشكل مؤكد، لكنني أفترض أن هذا الاقتران متصل وقابل للاشتقاق على جميع الفترات لأنه لم يعطى لنا. إذا تلك هي المعلومات التي أعطيت لنا حول المشتقة الأولى. وماذا أعطينا عن المشتقة الثانية؟ أعطينا أن المشتقة الثانية أكبر من 0، المشتقة الثانية أكبر من 0 على الفترة من 0 إلى 5. لدي الفترة المفتوحة من 0 إلى 5، وهذا يعني أن التقعر يكون للأعلى هنا. وأعطينا أيضا أن المشتقة الثانية أقل من 0، المشتقة الثانية أقل من 0، لذا يكون التقعر للأسفل على الفترة المفتوحة من 5 إلى 6. تعلمون أنه لم يعطى لنا معلومات حول ماذا يحدث بعد 6، ربما أنها تتجه لنقطة انقلاب نحن لا نعلم. ربما أنكم تعلمون، سوف نفترض أنه لا يتغير. إذا ماذا توضح لنا كل هذه المعلومات؟ حسنا، دعونا نمثله بيانيا أولا. إذا اف الصفر تساوي 3، إذا علينا أن نمثل النقطة 0 مع 3، 3 مع 0 و6 مع 4. يبدو أن كل شيء سيكون في الربع الأول، لذا سوف أمثله وفقا لذلك. دعوني أمثله بيانيا. أريد أن أركز على الربع الأول، إذا هذا هو محور X وذلك محور Y. دعونا نرى، علي أن أنتقل إلى 6 مع 4،
أريد أن أرسم هذه النقطة، 6 مع 4، إذا 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4، تلك هي النقطة 6 مع 4، 6 مع 4. دعونا نرى، 3 مع 0، إذا 1 2 3، ها هي النقطة هنا، تلك هي النقطة 3 مع 0، 3 مع 0. حصلت عليها من المعلومات، ومن ثم لدينا النقطة 0 مع 3، 0 1 2 3، هذه هي 0 مع 3. حسنا، تلك بلا شك هي النقاط على الاقتران، هذا ما قد أعطي لنا. وماذا قيل لنا أيضا؟ قيل لنا أن المشتق أقل من 0 على الفترة من 0 إلى 3. إذا من هنا إلى هنا تكون المشتقة أقل من 0، وهذا منطقي لأنه يجب بكل وضوح أن تقل القيمة. أن ننتقل من هذه القيمة إلى هذه القيمة، لكن ما قد أعطي لنا هو أن الاقتران لا يفعل شيء كهذا، الاقتران لا يقوم بهذا. وكيف نعرف ذلك؟ حسناً، لأنه إذا تحرك الاقتران للأعلى ومن ثم إلى الأسفل، بالتالي يكون لدينا ميل موجب هنا، وهو في هذه الحالة غير ممكن. إن المشتق أقل من 0 من هذه الفترة إلى هذه الفترة، إذن الميل يجب أن يكون سالب كل الوقت. ومن ثم أعطينا أن الميل يكون موجب من هذه الفترة، أي من x تساوي 3 إلى x تساوي 6، هذا ما أعطي لنا، ونحن نعلم أن الخط يجب أن يبدو هكذا أو هكذا، لكن لا يمكنه أن ينحني إلى الأسفل ومن ثم يرتفع لأعلى، لأنه إذا انحنى لأسفل فسنحصل على ميل سالب على نقطة ما. حسنا، إذا هذا كافي، إن الرسم البياني رتيبا من هذه النقطة إلى هذه النقطة، وهذه النقطة إلى هذه النقطة، وإذا أردتم الحصول عليه تقنيا فإن النظرية الرتيبة تخبرنا ذلك. حسنا، ثم إن هذه يجب أن تكون نقطة، أو أن تلك نقطة حيث تكون المشتقة 0، أو أنها يجب أن تكون نقطة حيث أنه لا يوجد مشتقة، لكنني أفترض أن هذا الرسم البياني قابل للاشتقاق على كل شيء، وتعلمون أننا لسنا بحاجة لنظرية، نحن نعرف أن الميل أقل من 0 كلما اقتربنا من هنا في هذه الفترة، نعلم أن الميل أكبر من 0 في هذه الفترة، وإذا افترضنا أن المشتقة متواصلة، وهذا الافتراض الذي سأكونه على الرغم من أنه لم يعطى لنا، لكن في غياب هذه المعلومة لما لا؟ إذا كانت المشتقة تتزايد دائما أو تتناقص بنسبة متواصلة، فإن المشتقة يجب أن تكون 0 على هذه النقطة، لأنه أقل من 0 هنا وأكبر من 0 هنا. سوف أرسم خط أفقي لأشير إلى تلك المشتقة تساوي 0 هنا، إذن ستكون نقطة صغرى على ما أعتقد. ومن ثم دعونا ننتقل إلى معلومات المشتقة الثانية ونرى ما أعطي لنا. حسنا، أعطينا أن المشتقة الثانية أكبر من 0 من 0 إلى 5، إذن من 0 إلى 5، هذه هي 5، من 0 إلى 5. ماذا يخبرنا هذا؟ هذا يعني أن التقعر سيكون لأعلى من 0 إلى 5. هذا يعطينا عدة معلومات، إنه يعطينا أنه ليس فقط متناقصا ورتيبا كلما اقترب من 3، لكنه مقعر إلى الأعلى أيضا.
ولما هو مقعر للأعلى. حسنا، كما ترون إن الميل هنا سالب، إنه أقل سالبية هنا وأقل سالبية هنا، ثم كلما اقترب ببطء من الصفر فإنه يصبح أقل فأقل سالبية، ومن ثم يستمر بالازدياد إلى أن يصل إلى 5، ومن ثم من 5 إلى 6 ماذا يحدث؟ تصبح المشتقة الثانية سالبة، إذا نصل إلى نقطة يكون التقعر فيها لأسفل. إذا من 5 إلى 6، لا أعلم ما هي قيمة الاقتران، هل هي 5؟ لكن من 5 إلى 6 يصبح الاقتران مقعر، يصبح الاقتران مقعر للأسفل، من x تساوي 5 إلى x تساوي 6 يصبح التقعر إلى أسفل. نحن لا نعلم ما هي قيمة إف الخمسة، لكن إف الخمسة لم يعطى لنا، هي نقطة انقلاب، هذا حيثما انتقلنا من التقعر إلى أعلى إلى التقعر إلى أسفل. وأعتقد أن ذلك هو كل ما يمكننا فعله بهذا الرسم البياني. نحن لا نعلم ما يحدث، أعني أننا في الواقع قد وضعنا عدة افتراضات. إن الرسم البياني متصل وقابل للاشتقاق على كل هذا الشيء، لكني أعتقد أن هذا سيعطيكم الفكرة حول كل من المشتقة الأولى والثانية، وجميع هذه الأشياء قد فعلت لنا، وتعلمون أن هذه نقطة انقلاب. كان بالإمكان أن يعطى لنا أن إف فتحة للخمسة تساوي 0، نحن لا نعرف ذلك بشكل مؤكد، لكنني أفترض. على أي حال، أتمنى أنكم وجدتم ذلك مفيدا. في الواقع، وبما أن لدي متسع من الوقت، دعوني أقوم بحل مسائل إضافية أخرى قد أرسلت إلي وكانت مكتوبة بعد تلك المسألة، فلما لا نقوم بحلها؟ وهي: أثبت أن اقتران الربع لا يملك نقاط انقلاب. كيف يبدو اقتران الربع؟ اف الاكس يساوي اي اكس تربيع زائد بي اكس زائد سي، والمطلوب هو أن نثبت أنه لا يحتوي على نقطة انقلاب. حسنا، ما هي نقطة الانقلاب؟ إنها عبارة عن نقطة حيث تساوي المشتقة الثانية صفر. إذا دعونا نجد ما هي المشتقة الثانية. إذا المشتقة الأولى لهذا الربع هي 2ax، 2ax زائد b، وما هي المشتقة الثانية؟ حسنا، ذلك يساوي 2a. الآن نقطة الانقلاب تكون عندما المشتقة الثانية تساوي صفر. سؤالي لكم الآن، هل يمكن لهذا الاقتران أن يساوي صفر؟ حسنا، الطريقة الوحيدة التي يساوي بها هذا الاقتران صفر هي لسبب ما أن a يساوي صفر، لكن إذا كان a يساوي صفر بالتالي لن يكون ربعا، لأنه تبعا لذلك لن تكون هذه العبارة موجودة، ستكون bx زائد c وتكون عبارة عن خط. فإذا كنا نتحدث عن ربع حيث أن a هذا عبارة عن معامل غير صفري، وهو ما يجب أن يكون كذلك لأن ذلك معامل عبارة x، لا توجد طريقة تجعل من هذه أو من هذا الاقتران أو هذه العبارة غير صفرية. إذا لا توجد طريقة تجعل من المشتقة الثانية تكون صفر، وبذلك نكون أثبتنا أن الربع لا يملك نقطة انقلاب.